بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم في الدرس 12 من كورس VMware View 5.1. درسنا النهاردة بعنوان Maintenance Pool. اتعلمنا في الدروس اللي فاتت ازاي نقدر نكريت بولز، عرفنا ان احنا ممكن نكريت بولز بخمس انواع بخمس طرق من البولز عندنا. ركزنا في الدرس اللي فات في موضوع اللينكد كلون بول، قلنا ان هي اهم نوع من الانواع لانها بتدينا فيتشر كتيره جدا شفنا بعضها واحنا شغالين وازاي بنقدر نكريتها وهكذا. الدرس ده هيكون تكمله لموضوع اللينكد كلون تحديدا. احنا اتكلمنا قلنا لينكد كلون هيبقى ليها 3 دروس، خدنا منهم درس، الدرس التاني في درس كمان قادم هيكون على موضوع البروفايلز الخاص باليوزر. هنتكلم في الدرس النهارده عن موضوع ايه هو نقدر نكريت، بعد ما كريتنا البول هنقدر ازاي نقدر نعمل لها مانج، نقدر ازاي نغير السيتنجز اللي فيها، ازاي نشوف نغير مكان الفيرشوال ماشين، نزود عددها نقلل عددها، نغير الخصائص الخاصه بيها وغيرها من الاوبشنز اللي كنا بنقابلها واحنا بنكري البول. هنتعلم ازاي دلوقتي نقدر نعمل لها ايديت ونقدر نعمل لها مانج عندنا حتى نقدر نعمل لها ديليت. النقطة التانية في الدرس عندنا وهي الأهم عندي هي موضوع ازاي تقدر تعمل مينتيننس للبول من نوع لينكد كلون. قلنا لينكد كلون فيها خصائص مختلفة عن الأنواع البولز التانية، هنشوف دلوقتي ايه بيفرقها عن البولز التانية، ايه هي أهم مميزاتها اللي عن طريقها ان كل الناس بتقبل عليها. هنتعرف على حاجه اسمها ريفريش، حاجه اسمها ريكومبوز، وحاجه اسمها ريبالانس عندي. لكن قبل ما نتعرف على الثلاثه اوبشنز دولت اللي هم في غايه الاهميه وناخدهم بالتفصيل وازاي نقدر نعملهم، هنشوف دلوقتي ازاي نقدر نعدل في بول، نقدر نعمل اديت في بول، او نقدر نمسح بول عندنا. نفتح الفيو كونكشن سيرفر من الويب ادمنستريشنز. لما نيجي عند البولز عندي هلاقي كل انواع البول اللي انا مكريتها. طبعا انا عاوز اللينكد بول ده اللي انا هشتغل عليها لان هي فيها اكتر اوبشن موجوده، يعني اي اوبشن موجود في البولز الثانيه هنلاقيها موجوده في اللينكد بول واكتر. عاوزين نعمل لها ايديت، بضغط عليها وبختار من فوق ايديت او رايت كليك وبضغط عليك على بختار ايديت. بيجي هنا هتلاقوا لاحظوا نفس الاسئله اللي كانت بيسالها لنا واحنا بنكريت البولز هيسالها لنا دلوقتي. اول اوبشن عندي يوزر اساينمنت، اللي هي عباره عن ان اي يوزر اول مره هيعمل اتصال بالفيو كونكشنز، اول ماشين هيدخل عليها هيرتبط بيها وكل مره يشتغل معاها. عندنا اسم الديسبلاي نيم الخاص بالبول نيم، لاحظ الاسم اللي فوق ده اسم يونيك اللي هو البول اي دي، ده ما بيظهرش عند اليوزر، اللي بيظهر عند اليوزر الاسم اللي احنا بندخله هنا، اما ده بيبقى اسم يونيك على مستوى الفيو كونكشن سيرفر ما ينفعش يتغير. ده لو عندي دايركتري او عندي فولدرات جوه الفي ام وير فيو كونكشنز ممكن اعملها واحدد اقول البول دي تحت فولدر معين. لو عاوز اعمل ديسكريبشنز، لو هنا عاوز اغير البرسيستنت ديسك اغير حجمه، اللي احنا عارفين البرسيستنت ديسك اللي هو خاص بالبروفايل الداتا بتاع اليوزر بيحط فيها الماي دوكيمنت بتاعته واليوزر بروفايل. الجزء الخاص بالتيم بروفايل وملفات البيج فايل هم نقدر نغيرها، ممكن نغيرها من هنا. ده مثلا لو غيرنا الميموري بتاع الفيرشوال ماشين بتحتاج فيرشوال ماشين فيرشوال ميموري اكتر فلازم نزود المساحه هنا. عنده اوبشن هنا في غايه الاهميه، كنا احنا شفنا موضوع ان احنا عندنا الفيرشوال ماشين من نوع بول بتتكون من 3 اجزاء، الريبليكا والجزء الخاص بالبرسيستنت ديسك والديسبوسابل ديسك التمبل. في عندنا احنا شفنا واحده من كاريت ان ممكن اخلي كل الثلاث هاردات دولت يبقوا في ستورج واحده او انا اقسمهم على 3 ستورج. فاحنا قلنا هنقسمهم على 3 ستورج، فكنا بنختار اللي هو سيلكت سيبريتد داتا بيس فور ريبليكا اند او اس، ان احنا بنفصل بين الريبليكا اللي فيها النسخه اللي هي اللي بيباوت منها كل الماشينز عندي، والجزء الهارد الثاني اللي هو عليه الاو اس بتاع النظام التشغيل بتاعنا. هل احنا هنعمل لهم سيبريتد، هنفصلهم عن بعض او لا؟ طبعا احنا الاوبشن ده عملناه وبالفعل فصلنا
الاو اس عن الداتا بيز، عن السيبريتد، عن الريبليكا، وعن الداتا الخاصه باليوزر. انا دلوقتي لو عاوز اخليهم مع بعض ممكن اشيل الاوبشن ده في الحاله ديت، يبقى انا هيتغير هنا تلاقي علامه كده اديرت، بقى هنا علامه حمراء، لان لازم اروح اغير دلوقتي واخليهم الثلاثه مع بعض عندي. انا مش هغيرهم دلوقتي، انا هنغيرهم قدام واحنا بنعمل موضوع الريبالانس. البول سيتنجز اللي هي فروقات الاهميه اتعرفنا عليها، هل هتعمل انيبل او ديسيبل للبول، هتوقفها او تشغلها بمعنى اصح، هتعمل ريستريكشن على موضوع مين اليوزرز اللي هيدخل على سيرفر كونكشن معين، او يدخل لو عندك اكتر من سيرفر كونكشنز او اكتر من سكيورتي سيرفر، وعاوز تفرق بين الناس الانترنال والاكسترنال، كل واحد عاوز يخش على الماشينز على حسب جاي، لو جاي من بره هندخله على السكيورتي سيرفر، ولو هو جاي من الشبكه الانترنال هندخله دايركت على الكونكشن سيرفر. ده بحددها من هنا، وبحدد الناس البول، الناس اللي هم هيدخلوا على البول ديت يستخدموا سيرفر معين اللي هو كونكشن سيرفر. ده في حاله ان لو عنده اكتر من سيرفر وعاوز اعمل موضوع لود بالانس. موضوع حاله الماشين، هل هي يسيبها باور اوف او باور اون او على حسب الوضع بتاعها. موضوع اللوج اوف، هل هو يعمل لوج اوف بعد قد ايه، والاو ريسيت يوزر للماشينز، وبقيه الاوبشن المعتاد عندنا ممكن اغيرها من هنا واحنا شرحناها قبل كده. عند موضوع البروفيشننج عندي، موضوع الانيبل بروفيشننج شكل ما قلنا قبل كده، اللي هي عباره عن ان انا همنع اي كارياتا الماشين او اي مسح للماشينز، لكن البول هتفضل شغاله، ما هياش ديسيبل للبول، انما هي ديسيبل لاي كريات جديد. ستوب بروفيشننج، اذا لو في اي ايرور حصل ما يكملش، انما البول تي اف لغايه ما يتحل الايرور ده. ده النيم باترن اللي هي عباره عن بدايه الترقيم بتاع الماشينز، قلنا هتبقى على سبيل المثال لينك داش 0 هيبدأ 01 02 03. هنا النقطة المهمة عندي واللي هي عدد الأجهزة اللي أنا بكريتها، قلنا إن إحنا ده الماكسيمم نمبر وده السبير اللي هو بيشتغل عندي. ممكن نعمل هنا مثلا نقول عندنا 3 أجهزة، منهم 2 لازم يكونوا شغالين في نفس الوقت عندي. على سبيل المثال لو أنا عاوز أزود أقول مثلا 3 ماشين، أنا عندي 2 بس هنشوف دلوقتي إزاي نخليهم 3. اجي في السكيورتي سيتنجز، السكيورتي سيتنج فيها حاجات كتير قوي هنا عندي. لو عاوز غير البيرنت ايمج، البيرنت ايمج اللي هي النسخه اللي بيعمل منها كوبي للنسخ الثانيه من الماشينز، قلنا ان احنا عاوزين نعمل مثلا 20 نسخه، فبيعمل كوبي من البيرنت ايمج، وتحديدا بيعمل كوبي من السناب شوت اللي بيكون في البيرنت ايمج. هل احنا عاوزين نغير البيرنت ايمج؟ ممكن طبعا تغير بيرنت ايمج لو هتعمل ايمج تانية، وده هنستخدمها والعملية دي هتوضح أكتر وإحنا بنعمل عملية حاجة اسمها ريكومبوز، إن إحنا عاوزين نغير نسخة الويندوز الموجودة حاليا جوه الـ OS الفيرشوال ماشين اللي موجودة عندي، أغيرها بنسخة تانية. هنا هغير البيرنت إيمج، وهنغير بردك السناب شوت. لو عاوز أغير مكان الـ VM فولدر جوه الـ ESX سيرفر، لو أنا عامل على الـ ESX سيرفر فولدرات، لو عاوز أغير مكان الهوست سيرفر اللي هو بيبقى الـ ESX سيرفر نفسه، عندي الماشينز دي في سيرفر تاني. لو عاوز اغير الريسورس بول، لو عاوز اغير مكان، هنا بقى لو انا عامل اوبشن اللي هو هنا ده، لو انا شلته هيبقى عندي شل دلوقتي الاوبشن، هو حاسس ان احنا شلنا الاوبشن مع ان احنا رجعناه تاني، لكن هو لسه مش حاسس بالموضوع ده. فاحنا هنا على سبيل المثال هو دلوقتي هيخلي التلاتة ستورج او التلاتة هارد ديسك في مكان واحد بس الخاصة بالاو اس والبرسيستنت ديسك والريبليكا، بيقول لك هيبقى لهم مكان واحد فقط لا غير. فهنا بختار المكان الجديد اللي هيبقوا التلاتة فيه، وبالشكل ده هيبقى التلاتة هارد ديسك هيبقوا في مكان واحد في الداتابيس. طبعا هو المفترض ان انا عملت الاوبشن ده يمسح اللي هو هنا ويديني اكتف ان انا اختار التلاتة، لكن هو لسه مش حاسس عندي. اجي في الاوبشن اللي بعد كده، موضوع الكاستمايزيشنز الخاص بالسيس بريب والكود بريب، عرفنا الفرق بينهم. هنا بختار المكان الخاص بالعيوب، ممكن اغير دلوقتي مكان اي فيرشن ماشين هتشتري جديده، راح اغير مكانها في يو تاني وهكذا. لو عاوز ادخل سكريبت او استخدم الاوبشن الخاص بالسيس بريب، بختار هنا ملف الكاستمايزيشن الخاص بالسيس بريب. اخر اوبشن عندي اللي هو اعمل انيبل لخاصيه بوست كاش او ال ان اف اس سناب شوت. اي اوبشن انا بعمله هنا يا جماعه ركزوا قوي في النقطه اللي هقولها دلوقتي، سواء في تغيير السايز بخاص بالهارد ديسك،
او سواء تغيير مكان الستورج او سواء تغيير المكان الخاص بالهوست سيرفر، ان هو مثلا هنقلهم في سيرفر جديد. اي اوبشن من الاوبشن ديت ما بيتطبقش الا على الماشين الجديده، يعني الماشين اللي موجوده حاليا ما بيتطبقش عليها الكلام ده. يعني لو حتى قلت له ان انا هنستخدم بيرنت ايمج جديده او هنستخدم سيرفر جي دي اس 6، مش هينقل السيرفرات الموجوده عندي وينقلها الى السيرفر الجديد، لا مش هينقل الماشين الجديده لسيرفر جديد، انما هيسيبها شكل ما هي. واي ماشين جديده انا هكريتها، لو قلت مثلا انا عاوز اكريت 5 6 ماشين جديده، الماشين الجديده فقط لا غير هي اللي هتتطبق عليها السيتنجز الجديده وهتتكريت في السيرفر الجديد، لكن الماشينز القديمه هتفضل في مكانها زي ما هي عندنا، ما عدا بس الاوبشن لو انا عاوز ازود ارقام هنا طبعا هتتطبق في ساعتها، لكن هتطبق هتتكريت في المكان الجديد عندي. النقطة دي تركزوا فيها قوي عندنا، عشان في بعض الناس بتروح تغير مكان السيرفر او تغير مكان نسخة الويندوز الجديدة والكلام ده كله، بتعمل اوكي وفاكرة ان هي هيتغير السيتنجز دي على الفيرشوال ماشين القديمة، لا مش هتتغير عندي. هنعرف قدام ازاي نقدر نغير الاو اس الخاص بالفيرشوال ماشين القديمة، ده عن طريق تاني عندنا حاجة اسمها ريكومبوز، مش من الايديت لينك. عند الايديت لينك بتطبق على الماشين الجديدة اللي هتتكريت، مش الماشينز اللي اوريدي متكريتها. ده الايديت الخاص بأي بول عندي شفناها دلوقتي اللي هي خاصة باللينك كلون تحديدا. طيب لو اللينك كلون ديت انا عاوز امسحها، ممكن اجي هنا بكل بساطة اعمل ديليت للبول ديت او اعمل ديليت لماشين معينة عندي. بيجيب لي هنا سؤال في غاية الأهمية. طيب بيقول لي دلوقتي انت هتمسح البول ديت او هتمسح ماشينز ايا كان، هيجيب لي بره الرسالة دي. لو مسحت البول يبقى امسح كل الماشينز اللي تحتها، لو ماشين واحدة واقف عليها وامسح ديليتها امسح هي لوحدها. طيب بيسألني هنا موضوع البرسيستنت ديسك. احنا عرفنا ان النسخ الخاصة بالاو اس الخاصة بالويندوز نفسه ما هياش لها اي قيمة عندي. ليه؟ لانه بيحفظ السيتنجز بتاع اليوزر في مكان، وبيحفظ الاو اس بتاع الويندوز في مكان، والتمب فايل في مكان. طبعا الاو اس والتمب كلهم ملفات ملهاش لازمة، بتتكريت في ثواني تاني ومش محتاج فيها اي حاجة، لكن طبعا ملفات الداتا الخاصة بيوزر هي الأهم عندي، اللي فيها كل الداتا بتاعته سواء دوكمنت فايل ايميل بي اس تي فايل وهكذا. عشان كده بيقول لي لو انت دلوقتي هتمسح البول دي، هل انت هتمسح البول بشكل كامل بالإضافة للبرسيستنت ديسك اللي في البروفايل الخاص باليوزر، دلوقتي همسحها كلها بتبقى حتة تحتوي، ولا هتمسح البول وهتسيب البرسيستنت ديسك؟ طب هعمل ايه بالبرسيستنت ديسك؟ هنعرف بعد كده ان ممكن عن طريق البيرسيستنت ديسك اللي فيه البروفايل الخاص باليوزر ممكن اكريت بماشين جديده او استخدمه واضيفه ليوزر تاني. يعني اليوزر ده انضم ليوزر تاني، ممكن اضيف البيرسيستنت ديسك الخاص باليوزر لفيرشوال ماشين اوريدي موجوده، ويبقى في الجهاز الفيرشوال ماشين الجديده ديت 2 بيرسيستنت ديسك. اوكي، فهنا بيقول لي دلوقتي لو انا اسيبه، طيب انت هتسيبه هتعمل له دي اتاتش. طب انت لو هتعمله دي اتاتش هل هتحفظه هتسيبه في المكان في الكارنت داتابيز اللي هو موجود مثلا في داتابيز معينه هنسيبه في مكانها، ولا في الوقت ده هتنقله كمان في مكان تاني، هتمسح الماشين وتنقل الداتابيز الخاصه بالبرسيستنت ديسك في داتابيز تاني او هارد ديسك تاني؟ فانا هسيبها باي ديفولت وهكذا. ده نعرفه ان شاء الله في درس خاص في الادفانس توبيك عندنا اللي هي الخاص بموضوع البرسيستنت ديسك عندي. على سبيل المثال دي البرسيستنت ديسك اللي موجود عندي، دي الخاصة بيوزر 1 البرسيستنت ديسك، الديسك اسمه كذا ومساحته كذا وموجود في انهي داتا بيز عندي، وحالته برايمري او سكندري على حسب هل هو ده الديسك اللي اليوزر بيستخدمه، ولا ده ديسك جاي من ماشينز تانية منضافة عندي. وهنا اقدر اعمل له دي اتاتش او غيره. وهنا لو انا عندي اي هاردات اي ماشينز كانت اتمسحت وتفضل الهاردات الخاصة بيها، هلاقي اسم الهارد موجود عندي. هنتعرف الكلام ده كله في درس قادم ان شاء الله بالتفصيل خاص بموضوع البيرسيستنت ديسك، لانه جزء في غايه الاهميه عندي. نرجع لموضوعنا، اتعلمنا دلوقتي ازاي نقدر نعمل اديت لبول من نوع لينكد كلون عندي، مرة كليك اديت او من هنا. طيب ممكن اقدر اعمل هنا منها ديليت، ممكن اقدر اعمل موضوع انتطار منت الخاص بعملية الاد لليوزر اللي لهم برميشن
يقدروا يستخدموا الفيرشوال ماشين الموجودة في البول ديت. ممكن اعمل ديسيبل للبول او ديسيبل للبروفيشننج، اقدر كاريت فولدر، اقدر اتشينج فولدر اللي هو موجود فيه، واكسبورت الكونتنت. هنا بقى بطلع ملف كده تكست فايل فيه اسامي الماشينز اللي عندي، واقدر اعمل ريفرش وغيرها من الاوبشنز عندي. يبقى دلوقتي ازاي اقدر اعمل مانج للبول واديت للبول عندي. اتنين نقطة مهمة جدا عندي هي موضوع الريفرش وريكومبوز والريبالانس عندي. ايه هو الموضوع ده؟ لو قلنا دلوقتي انا عندي، نتكلم في السيناريوهات كده، عندي فيرتشوال ماشين من لو لينكد كولوم، كل الكلام بتاعنا يكون من الكلام الريكومبوز والريفرش والريبالانس، بيتطبق على البولز من نوع اللينكد كولوم فقط لا غير. لو اللو بول من نوع فول او من نوع تيرمينال او من نوع فيزيكال او غيرها، ما بيتطبقش عليها كل الكلام. لو كده قلنا السيناريو اللي هيقابلنا دلوقتي، عندي جهاز ده فيرتشوال ماشين معمول بنوع لينكد كلون. الجهاز ده قلنا بيتكون من 3 هاردات، هارد الاو اس، هارد البرسيستنت ديسك اللي في الداتا بتاع اليوزر، والهارد التالت اللي فيه التيمب بروفايل عندي اللي هو ديس ابير ديسك. قلنا الاو اس ده بيبقى يكون في نسخة بيبوتها من الريبليكا ديسك، وفيها بس الدلتا داتا اللي فيها السيتنجز الخاصة باليوزرز بتاع الويندوز فقط لا غير. البرسيستنت ديسك اللي فيه الداتا، وده أهم حاجة عندنا، والتيمب بروفايل ده في التيمب وفي البيج فايل وير. طيب لو قلنا دلوقتي نسخة الويندوز ديت اتكريتد، اليوزر قادر يأكسس عليها، اليوزر ده بيستخدمها بشكل عادي خالص. بطبيعة الحال احنا عارفين ان الويندوز بعد فترة بيحصل له عملية كوربشن، او الاداء بتاعه بيقل عندنا لاكتر من سبب مش موضوعنا، لكن في النهاية احنا متعودين دايما كل فترة لازم نعمل انستليشن للويندوز، لان بيحصل لها عملية بطء في البرفورمانس الخاص بالاو اس نفسه. طيب اتعودنا طبعا لو احنا فيزيكال بي سي اروح افرمت بقى السي 1 للداتا وانزل نسخة ويندوز وبرامجي والكلام ده كله. طبعا الكلام ده مش مقبول عندنا في الفيرتشوال ماشين. لا، موضوع الفيرتشوال ماشين انا اعمل انزل نسخه جديده من الاو اس او اعمل كل الكلام ده، الموضوع هنا مختلف تماما. مختلف في ايه؟ مختلف ان احنا اساسا اللينكد كلون مقسمه لنا الداتا في اماكن منفصله، مقسمه لنا الداتا اللي احنا هنحتفظ بيها في مكان، ومقسمه لنا التيمب في مكان، ومقسمه لنا الاو اس في مكان. فمحافظه لنا ان احنا دلوقتي لو قلنا هنفرمت الاو اس ده مش هخاف على الداتا عندي لانها موجوده. وانا بالفعل مش هفرمت الاو اس ده، انما هعمل ايه؟ هو باي ديفولت لو في الستيبس اللي بيكاريت بيها الفيرتشوال ماشين من نوع لينكد كلون، هو بيروح يكاريت او اس اللي احنا متفقين ان هو بيبوت من الريبليكا. الاو اس ده بعد ما بيكاريته بيعمل له سناب شوت. سناب شوت اللي مش عارف يعني ايه سناب شوت ممكن يراجع الكورس الخاص في الفي سي بي، اللي هو عباره عن ان هو بياخد نسخه من الوضع الحالي بتاع الاو اس. طبعا الوضع الحالي بتاع الاو اس في وقتها ان هي نسخه لسه جديده، لسه الويندوز طازه، لسه الويندوز باعلى برفورمانس خاص بيه، لسه ما فيش اي تعديلات عليه او ما نزلناش عليه اي حاجه ممكن تاثر فيه. فانا دلوقتي لو الويندوز ده حصل له اي كوربشن بعد كده، ممكن ببساطه اقول اه الاو اس ده ارجع لي السناب شوت الخاص بيكي اللي هو بتاع امتى، بتاع اول ما اتكريتت اللي هي في اقوى حالاتها عندنا. طيب لما يروح يعدل في الاو اس ده، ما يروح يعدله براحته. ليه؟ لان هو بيعمل سناب شوت من الاو اس فقط، مش بيعمل سناب شوت من الداتا او من التيم، لانها كلها ملفات مؤقته. اما الداتا فهي ملفات ثابته عنده، فما ياخدش منها سناب شوت. فهنا التاثير هيحصل على الاو اس بس، مش هيحصل على الداتا ولا التيم بروفايل. فمعنى كده هيرجع النسخه الاصليه ويرجع حاله الويندوز الاصليه بدون ما ياثر ايه على الداتا. مش معنى ان انا هرجع نسخه الويندوز هنا هيرجع لي بقى الداتا بتاعتي، لو انا عامل مثلا بي اس تي قديم او عندي داتا وورد قديمه والكلام ده كله هيرجعني الحاله القديمه ويمسح كل الجديد. لا طبعا، هو ملوش علاقه بالداتا بتاعتي، انما هو ليه علاقه بالنظام التشغيل فقط. فعمليه الترجيع للنسخه الاصليه بنسميها هنا موضوع الريفرش، ان انا كل فتره ممكن اعمل ريفرش لنسخه الويندوز الخاصه بيا، الخاصه بالفيرتشوال ماشين اللي ممنوع لينكد كلون، وبيرجعها لحالتها الاصليه بدون ما ناثر على الداتا الخاصه باليوزر. وده اهم حاجه عندنا، وده يعتبر الحل السحري عندنا في اي شركه في تقليل عمليه المينتيننس وعمليه
السبورت الخاصة باليوزرز، ان انا في ثواني ارجع حالة الونز بالنسخة بالشكل السابق بدون ما اثر على اي حاجة خاصة باليوزر. فعملية المينتيننس عندي نزلت بنسبة 90% عندي. طيب ناخد مثال على ذلك، ازاي نقدر نعمل ريفرش لنسخة ويندوز بدون ما نأثر على الداتا. لو احنا رحنا شفنا دلوقتي كده، انا عندي اتنين ويندوز، لينكت وان ولينكت دو، اللي هي في البول ديت، منهم واحدة افيلابل اللي هي شغالة وواحدة مطفية. لو قلنا مثلا يوزر 1 ويوزر 2، يوزر 1 ده مثلا الماشين بتاعته مطفية، اجي انا مثلا في يوزر 2 الماشين ديت هنخليه يشتغل عليها يوزر 2، نديله بيرميشن عليها، ده يوزر 2 هيشتغل على لينكد 1. اروح اعمل كونكت على الماشين ديت، طبعا ديت اول مرة يوزر 2 هيخش على الماشين ديت، هيروح يكريت بروفايل، طبعا البروفايل ده فاضي، هنروح نكريت فيه داتا. احنا ليه هكريت فيه داتا؟ عشان دلوقتي لي اما اقول هرجع النسخة بتاع الويندوز ديت للشكل الاصلي، نعمل ريفريش للنسخة بتاع يوزر 2 ديت، يبقى نشوف هل هو يأثر على الداتا الخاصة باليوزر ولا يسيبها زي ما هي وبس يغير في نسخة الويندوز الخاصة بنظام التشغيل. دلوقتي نسخة الويندوز بوتت بيوزر 2. طيب نشوف اسم الجهاز ده ايه، هو لينكد 1 ده اسم الجهاز، شغال بيوزر 2. لو جينا كده قلنا هنغير في نسخة الويندوز دي، هنغير فيها ازاي؟ لو جيت مثلا حاجة قلنا هنكريت اليوزر ده داتا كده، نكريت له ملف تكست اسمه تيست، نفتحه اسمه تيست. قلنا الداتا اللي بتتكريت مثلا في اي جزء عندنا جوه البروفايل الخاص باليوزر بتروح تتكريت فين يا جماعه؟ لو شفنا المايك كمبيوتر كده هنلاقي عندها ثلاثه بارتيشن، ده السي اللي فيه الويندوز فقط، البرسيستنت ديسك ده اللي فيه البروفايل بتاع الخاص باليوزر او اسمه يوزر 2، لو شفنا الديسك توب هنلاقي الملف بتاعه. لو كريت ميل، لو كريت اي حاجه، لو كريت اي حاجه حتى على البرسيستنت ديسك من بره كده مش هيحصل لها اي حاجه. لو قلنا مثلا وورك، ملف خاص بالورك، الفولدر ده فيه اسم ورك وفيه فايلات خاصة بالورك بتاع اليوزر ده وهكذا. لو جينا غيرنا حتى فين في السيتنجز الخاصة بالانترنت اكسبلور، قلنا مثلا اروح نفتح سايت معين، طبعا ما فيش نت، لكن عاوز ايه اضيف السايت ده فين؟ في هنا. لو جيت مثلا قلت في الهوم بيج هغيرها الى هذا الاسم مثلا يمان دوت مين، لو جيت عملت كاستمايزيشن وغيرت الخلفية باك جراوند خليها باللون الغريب ده وهكذا. لاحظوا ان انا غيرت بعض الاشياء، ممكن اخلي مثلا اضيف البرامج معانا هنا في الستارت منيو زي هنا، الكوماند لاين موجود هنا. السيتنجز اللي بتتغير ده يا جماعه بتتحفظ فين؟ السيتنجز دي مرتبطه باليوزر، فهي بتتحفظ جوه اليوزر 2 عندي. اوكي، واللي هنا الداتا دي بقت خاصه باليوزر عندي. لكن اي حاجه خاصه بالويندوز او بالاو اس نفسها لما بعمل ريفرش الويندوز بتتمسح. يعني على سبيل المثال حتى يعني لو جينا مثلا في السي نفسها كده وقلنا هنكريت فولدر وليكن مثلا اسمه تيست، لاحظوا الفولدر احطه فين؟ حطيته في السي. لما اجي اعمل دلوقتي الفولدر ده مثلا او سطبت برنامج معين، البرنامج ده موجود بيرتبط بالاو اس، لما اعمل ريفرش لنسخة الويندوز هلاقي ان البرنامج اتمسح والفايل اللي اسمه تيست على السي ده اتمسح. انما ايه اللي هيفضل؟ هيفضل الملفات اللي موجودة على الديسك توب الخاصة بالبروفايل بتاع يوزر 2، والملفات الموجودة على البارتيشن الخاص بالبرسيستنت ديسك، بالاضافة للسيتنجز الخاصة باليوزر الموجودة مثلا في الانترنت اكسبلورر في الستارت منيو والاشياء دي. فمعنى كده هو بيعدل في الاو اس فقط، لكن بيسيب البرسيستنت ديسك، بيسيب الداتا
موجودة جواها من غير أي تعديل عندي، وده اللي أنا عاوزه، إن أنا ما أثرش على الداتا الخاصة باليوزر، إنما أثر بس على الويندوز اللي أنا ممكن أغيره في أي لحظة عندي. طبعا البارتيشن التالت ده ملوش أي لازمة عندي، اللي هو فيه التيم بروفايل، التيم بروفايل ملوش أي قيمة عندي، بمجرد ما الويندوز هيقوم هيكاري التيم تاني مفهوش أي مشكلة. طيب نجرب مثلا، عاوزين نسطب برنامج عشان ما نعمل ريفريش نشوف هيتمسح ولا لأ. اروح افتح الشير عندي ونسطب احدى، نعمل انستليشن خاص ببرنامج معين. وليكن على سبيل المثال برنامج الضغط المعروف، طبعا لان هو اليوزر ده ملوش بيرميشنز ان هو يعمل انستليشنز على الجهاز ده، ان هو ليميتد يوزر، فنعمل انستليشن بالادمنستريتور اكونت. طبعا هو لو ادمنستريتور اكونت مش هيحتاج يسألنا على حاجة. حاليا قدرت ايه، قدرت اعمل انستليشن لبرنامج ده. طيب البرنامج ده نفرض مثلا ان هو نزل وعمل لي مشكلة في نسخة الويندوز دي، ما بقتش تباوت، بتحصل لي ايرور واحنا بشتغل او غيرها، فانا حل ان انا ايه، عاوز اشيل البرنامج ده مش عارف اشيله، او ان انا في المشكله دي في الويندوز نفسه وفي ملفات اتمسحت منه وعاوز اعمل له ريبير او عاوز ارجعه لحالته الاصليه. عشان اعمل له الكلام ده يا جماعه قلنا عن طريق ايه، عن طريق ان اعمل ريفريش نسخه الويندوز دي عندي. لاحظ ان انا سطبت برنامج، حطيت ملف على السي، البرنامج والملف اللي على السي هيتمسحوا، انما ايه اللي هيفضل، هيفضل عندي الحاجات الموجوده في البروفايل الخاص باليوزر، اللي هي مثلا على سبيل المثال الفايل اللي اسمه تيست، والفولدر اسمه ورك على البرسيستنت ديسك، والسيتنجز الخاصه مثلا بالكوماند اللي انا عملناه هنا، والسيتنجز الموجوده في الهوم بيج الموجوده في الانترنت اكسبلورر، وحتى الفيفوريت اللي احنا عملناها عندنا دي. طيب ازاي دلوقتي اروح اقدر اعمل ريفرش لنسخه ويندوز عندي؟ عشان اعمل ريفرش المحل بسيط قوي، طبعا احنا ممكن نعمل ريفرش لبول كامله بكل الماشين اللي جواها مره واحده، او اعمل ريفرش ليه وماشين ماشين، طبعا على حسب الحالة اللي انت عاوزها عندنا. لو اقول دلوقتي مين ده الماشين اللي عندي، حالتها هي حالتها كونكتد، يعني في يوزر متصل عليها، مع ذلك ممكن اعمل ريفرش ليها. هنعمل ريفرش ازاي؟ لحظة، ده ممكن اعمل هنا ديسكونكت او اطلعها والكلام ده، او اعمل مينتيننس مينتيننس موت، يعني مفيش اي حد يقدر يعمل يدخل عليها في الوقت هي بتعمل ريفرش، وده بالفعل لما نعمل ريفرش هو يتحول الى مينتيننس موت عشان مفيش حد يقدر ياكسسها. ممكن اعمل طبعا لوج اوف لليوزر، او ابعت له رساله اقول له ان الماشين دي هتتقفل بعد فتره معينه او يحصل لها ريفرش فاحفظ شغلك. ده طبعا المفترض ان بيحصل الكلام ده، ان انا ببعت لليوزر من قبلها او ابعت له رساله ان يحصل الكلام ده، او ان هو باي ديفولت وانا بعمل ريفرش ممكن ادخل الرساله اللي انا اقولها له، فممكن اعمل له لوج اوف او ابعت له رساله من هنا، او انا كده لما ادخل على بروبرتس الخاصه باحدى الفيرتشوال ماشين اللي هي لينكد ون اللي انا عاوز اعمل لها، واجي هنا في الجزء الخاص فيو كومبوز هلاقي حاجه اسمها ريفرش، اضغط عليها. بيقول لي دلوقتي ان انا هعمل ريفرش، هتعمل هل تعمله في سكادجول معين ولا هتعمله دلوقتي؟ انا هعمله دلوقتي يا جماعه عندي. هل انت هتعمل له فورس اليوزر، يعني هتقفل اليوزر غصب عنه تعمل له فورس لوج اوف، ولا هتقول له ويتنج تايم وتسيب له فتره معينه من الزمن 5 دقائق وتبعت له رسالة معينة إن الماشين دي يحصل لها لوج أوف بعد فترة عشان يحصل لها عملية مينتيننس؟ أنا هقول له أعمل له فورس لوج أوف في الوقت ده، ممكن أخليها مثلا بالليل ما يكونش في يوزر موجودين عندي. نيكست، هيدي له فترة 5 دقايق وهيبعت له رسالة كده، الرسالة دي تقول له الديسك توب في سكادجول الأبديت، فالماشين دي هتقفل بعد 5 دقايق، فمن فضلك روح اعمل سيف كل الداتا الخاصة بيه. لو ما سيفش هو اوتوماتيك بعد 5 دقايق هيعمل لوج اوف للماشين اجباري، ونعمل اوكي. بعد 5 دقايق هيحصل دلوقتي في رساله تظهر لليوزر ده اللي شغال على الماشين ديت، هتقول له ان هو الماشين ده هتقفل بعد 5 دقايق. الرساله هي ظهرت يا جماعه، رساله من فيو ادمنستريشنز بيقول لك الماشين ديت هيحصل لها سكادجول بعد 5 دقايق عشان ينزل لها عملية تعديلات في الويندوز اللي هي ابديت او غيرها، فمن فضلك سيف الشغل بتاعها. بعد 5 دقايق سواء سيفت او مسيفتش، عملت له جوف او سبتها زي ما هي الماشين مفتوحة، هيعمل عملية شت داون للماشين ويبدأ عملية الريفريش عندي. الريفريش بالفعل ايه اللي بيحصل؟ الريفريش يا جماعة اللي بيحصل ان احنا اي ماشين من الفيرشوال ماشين اللي عندنا ديت هي عبارة عن ايه؟
يعني على سبيل المثال اللي هي مشهور الماشين شغاله ديت، هو بيعمل لها سناب شوت، بياخد منها نسخه كده وبيرجع السناب شوت اللي واخدها من النسخه عندنا. بعد ثواني هيعمل عمليه شت داون للماشين ديت بعد 5 دقائق، ويبدا عمليه يرجع ترجيع للاو اس اللي موجود في السناب شوت من حاله الويندوز في وقت ما احنا كريتناها عندنا. وهنا بيحافظ على الداتا، بيحافظ على السكيورتي اي دي او الجوين اللي موجود في الدومين عندي، يعني بيحافظ على الاسم بتاع الماشين، بيحافظ على السكيورتي اي دي بتاعها وكل حاجه عندنا، فمش محتاج اعمل لها جوين او اي شيء عندي من الاوبشنز. طيب لغايه لما ينتهي العمليه ديت، لو نشوف كده الخصائص الخاصه باي فيرتشوال ماشين عندنا، احنا قلنا كده بنرجع تاني للماشينز، اعمل دبل كليك عليها، بيجيب لي شويه اوبشن هنا ظريفه. ممكن انا هنا امسح الماشين، اعمل لها ديليت خالص واحتفظ بالهارد ديسك الخاص بيها، ولا ما احتفظش اللي هو بيرسيستنت ديسك او غيره. نفس الرساله ظهرت وانا بمسح البول، لكن ده على مستوى بول، اما ده على مستوى ماشين. هنا بيجيب لي اسم الماشين، اليوزر نيم اللي لوجن عليها دلوقتي، المكان اللي هي مالها موجوده في فولدر معين، الاسم بتاعها في الدي ان اس فول كونفايد دومين نيم، مرتبطه بانهي بول وحالتها ان هي دلوقتي كونكتد ولا افيلابل ولا ديسكونكتد او غيرها، والايجنت اللي راننج عليها هي شغالة انهي نظام، هي دلوقتي داخل على يوزر ريموت مش دايركت، شغالة بروتوكول بي سي اوفر اي بي، مين السكيورتي سيرفر الخاصة بيها، والستارت تايم، وهكذا بقى قد ايه شغالة. لو اجي من هنا، لو هنعمل موضوع زين اب، ان انا هضيف عليها برنامج بورتابل، وده هنشوفه قدام ان شاء الله في كورس في مديولز خاصة بموضوع ان انا اضيف ابلكيشن بورتابل جوه الفي ام وير فيو. البيست ايمج دي النسخة اللي هي البيرنت ايمج اللي هي شغالة من خلالها. ولاست كومبوز اخر مرة عملنا تعديلات في النسخة دي امتى، والتاسك اللي هي واخدها دلوقتي النسخة ديت ان احنا بنعمل لها ريفريش، ومكان الداتابيز او مكان الهاردات اللي موجودة. الماشين دي موجودة في 3 اماكن، على ان ال3 هاردات الخاصة بيهم او 3 بارتيشن، كل بارتيشن في مكان، والاس في مكان، والبرسيستنت ديسك في مكان، والجزء الخاص بالريبليكا في مكان. البرسيستنت ديسك طبعا هو مهم قوي بالنسبه له، فبيقول لك هو موجود فين وحالته برايمري ولا سكندري عندي. نقدر اعمل ريسيت، يعني كده بعمل ريستارت ليها. هنا اقدر اعمل ريفريش وريكومبوز وريبالانس وببلش وكنسل تاسك اللي هي الخاصه بالريفريش. انا اشوف ايه ريكومبوز والببلش والبالانس كمان شويه. مور سيتنجز، لو انت عاوز تضيف يوزرز يبقى ليه بيرميشن على الماشين ديت، او تحذف يوزر ليه بيرميشن، او تعمل ديسكونكت او لوج اوف او سند مسج، نفس الاوبشن موجوده واحنا على مستوى الماشينز دي من بره ممكن استخدمها. الفي سنتر سيتنج بيورينا هنا مكان الفي سنتر اللي هو مانج للاي اس اكس سيرفر اللي موجوده جواه الفيرتشوال ماشين ديت، ده اسم الماشينز الموجودة هنا عندنا لو التعامل ان احنا في الفي سنتر اسمها ده، هو ده الاسم اللي هو بيقول لنا عليه، ده اسم ده الاي بي بتاع الفي سنتر عندي، باص الماشينز اللي موجودة فين، الدي ان اس نيم بتاعها، الجيست نوع ايه الويندوز، يعني ويندوز 7 32 بت، حالتها باور اون، هوست كاش، الفيتشر دي مش شغال عندنا. بيقول لنا ان الماشينز دي لينكت 1 ديت بتتكون من 4 بارتيشنز، شفناهم من 4 هارد ديسك، كل هارد موجود في انهي داتابيز عندي ومساحته كام. الايفنت طبعا مش عنديش هنا اي ايفنت هتظهر ليه، لان انا مش عامل انستليشن للفي ايفنت داتابيز، عشان كده مش ظاهر عندي الايفنت داتابيز. ده يعتبر كده اوفر فيو سريع على الاوبشنز الخاصه بالروبرتس الخاصه بالماشينز اللي عندي. طب نرجع هنا تاني، ودلوقتي لسه منتظر بعد 5 دقايق هيعمل عمليه ريست شت داون ويبدا عمليه التعديل عندي. لغايه لما ينتهي ممكن نتكلم في حاجه تانيه اللي هي خصائص البولز نفسها. لو احنا جينا بره كده ضغطنا على البول دبل كليك مش اديت، هتفرق معايا هنا شويه في شويه اوبشن تانيه. اديت ان انا بعدل في الرقم الداتابيز وكم ماشينز والمكان الداتابيز فين، اما هنا البروبرس الخاصه بالبولز نفسها، ده اليونيك نيم الخاص بالبول من نوع ايه، اوتوميتد بول، واليوزر ديتيكيتد، يعني كل يوزر مرتبط بداتا بفيرشوال ماشين معينه مش هغيرها، واوتوماتيك اللي احنا على طول باي ديفولت اول يوزر بيرتبط بالماشين بيرتبط بها بشكل دايم، النوع السورس بتاعنا اللي هو في سنتر من نوع لينكد كلون،
بستخدم الكمبوزر طبعا، لازم استخدم الكمبوزر ما دام بستخدم الاوتوميتد بول. الديسبلاي نيم الخاص بالبول تاني، وحالتها ستيتس وانيبل وانيبل بروفيجننج وهكذا. نمبر اوف ريموت كام واحد داخل دلوقتي، ونمبر اوف ديسك توب، عندي 2 ديسك توب لكن طبعا في واحد عامل كونكت دلوقتي وواحده بروفيجن. بروفيجننج يعني معموله شت داون ليها. هنا بيانات الفي سنتر عندي كلها، حجم البرسيستنت ديسك، حجم الديسبيسبل ديسك، البرسيستنت ديسك موجود في انهي بارتيشن، بارتيشن دي. ده النسخه البيرنت عندي، وده اسم السناب شوت بتاعي، وده اس ال اس اكس سيرفر موجود عندي، ولو في ريسورس بول، لو في هوست كاش شغال بسيس بريب ولا بريب. الادمنستريتور اللي هيستخدمه في عمليه الجوين في الدومين، واسم اليو الخاص بنا في الدومين. الفري سبيس اللي موجوده عندي في العرضات اللي عم بنستخدمها في عمليه الريبليكا والبرسيستنت ديسك والاو اس عندي. معلومات تفصيليه ورائعه جدا لاي شخص لسه جديد وعاوز تايه في حاجه او ناسي حاجه، ممكن يرجع لكل المعلومات ديت هتفكر بكل حاجه. البول سيتنجز كام فيرتشوال ماشينز، نفس الاوبشن اللي احنا عدينا عليها، والبروتوكول والكلام ده كله ممكن تعدله طبعا، مش من هنا، تعدل من الايديت هنا. لما ممكن تفتح هنا الايديت الخاصه بالبول وتعدل فيها كل حاجه، يعني انت هنا بتشوف السيتنجز وتقدر بعد كده تقدر تعدل فيها اكنك عملت رايت كليك على البول. الانترمنت طبعا شوفنا ان تقدر تضيف يوزرز بدون برميشن على البول ديت. ديليت للبول، الستاسس الخاصه بالبول تقدر تعملها ديسيبل او ديسيبل بروفيجننج. ممكن تعمل هنا بقى ايه، ريفريش او ريكومبوز او ريبالانس للبول نفسها، مش ليوزر او ماشينز معينه. اتنين عملية الانفنتوري، بيجيب لي هنا الفيرشوال ماشين الموجودة عندي بديتيلز أكتر، بمعلومات عنها كتيرة جدا. على سبيل المثال الدي ان اس نيم بتاعها اسمها في الدومين، اليوزر معمول اللي اساين اللي على الماشين ديت، موجودة في انهي هوست، الايجنت فيرجن. هنا طبعا لحظة، انون، انون ده ليه؟ مفترض طبعا 5.1 لأن حالتهم دلوقتي شت داون. ليه؟ دلوقتي هنلاقي إن احنا اتقفل دلوقتي السيشن الخاصة باليوزر اللي هي لينكد 2، وإيه اللي حصله دلوقتي؟ بيحصل دلوقتي عملية ريفريش يا جماعة، حصلت دلوقتي ان هو رايح مسح الـ OS بتاعه من النسخة اللي موجودة على السيرفر ASX2 database اللي هي اسمها ديت، وهيروح دلوقتي يغير النسخة ديت ويكريت ملف جديد عندي اللي هو عن طريق الكوبي. ده بقية البيانات. لما الماشين دي تشتغل هترجع تاني ان هي 5.1، لكنها ما دام هي بروفيشننج معناها ان هي شت داون عندي. لو في اي تاسكات عليها دلوقتي هيشتغل معايا. طيب هي الماشين دلوقتي خلصت تماما، حصل عملية الديليت، حصل عملية الكوبي. طب انا عاوز اشغلها، ممكن طبعا تيجي هنا كده تقول له تشغلها عندنا ستارت، او لما اليوزر يعمل كونكت اول مرة هيحصل لها عملية ستارت. نشغل حتى النسخة التانية. فلاحظ عملية الريفريش ما خدتش دقايق، يعني طبعا احنا لو استنينا طبعا 5 دقايق، لكن احنا كنا ممكن نعمل انفورس على طول لعملية اللوج اوف خلال ثواني، وفي الحالة ديت ما بتاخدش دقايق. عملية الديليت للسناب شوت للداتا الحالية، والكريات الكوبي للسناب شوت القديم عندي بحالة الويندوز الأصلية، ما بتاخدش عندي فترة إلا 2 3 دقايق على حسب سرعة الهارد ديسك بتاعك. طيب نرجع تاني، كنا في السيتنجز الخاصة بالبولز، شفنا السيتنجز هنا، ونيجي هنا في الجزء الخاص بالانفنتوري، بيجيب لي ديتيلز أكتر على الماشينز الموجودة عندي. أجي هنا على أي ماشين ممكن أمسحها أو أقدر أعمل لها ريسيت أو أعمل لها ريكومبوز بارك ريفريش، يعني نفس الأماكن بس من مكان تاني. أقدر أشوف هنا الديتيلز الخاص بالفيو كومبوزرز اللي هو عامل ماشينز، بيجيب لي هنا يقول لي النسخة ديت الإيمج الأصلية البرنت بتاعتها هيت داش واحد ديت واحد، ده يا جماعة لو يعتبر اسم السناب شوت اللي مسماها واحد. لو في ايمج جديدة انا هعمل لها انستليشن بدل ديت، هيجي لي هنا بيندنج ايمج. بيرسيستنت ديسك موجود في انهي داتابيز، الاو اس موجود في انهي داتابيز، وفي لو في اي تاسكات او في غيرها. واخر مرة عملنا ريكومبوز. البيرسيستنت ديسك بيوريني هنا كل فيرتشوال ماشين والبيرسيستنت ديسك الخاص بيها وموجود فين. لو انا عامل هنا زين اب، لو عامل بورتابل ابلكيشن وعامل لها اساين على الفيرتشوال ماشين عندي، هيوريني هنا الابلكيشنز اللي هي موجوده عندي اللي هي معمول لها اساين جوه الماشين ديت. اجي هنا في سيشن، هيوريني السيشنز اللي موجوده حاليا، طبعا مفيش سيشن دلوقتي متصله لان الماشين انطفت.
طبعا لو في اي سيشن مفتوح هنا ممكن اعملها ديسكونكت او لوج اوف او ريسيت الماشين او تعمل سند لليها. جزء خاص بان انا اضيف بيرميشنز لناس معينين. طبعا احنا عاملين دومين يوزرز، اي حد في الدومين يوزر ليه بيرميشن على اليوز ديت. لو في اي تاسكات شغاله عندي، لو انا مثلا عملت بريفيشننج او عملت سوري ريكومبوز او ريفريش لاي ماشين، هيجيب لي هنا ان التاسك ده هيشتغل امتى ويبدا امتى. الايفنت اللي انا مسطب الداتابيز هتجي لي هنا. البولسي طبعا ده هيكون لها جزء خاص بيها، ان انا ممكن اعمل هنا بولسي على مستوى البول او بولسي على مستوى الفيرشوال ماشين. على سبيل المثال اقدر افرض عليهم بي سي اوفر اي بي معين، اقدر احدد عليهم اللاو او ديس اللاو لليو اس بي، موضوع ريدايركشن مالتي بلاير وهكذا. بعض الاوبشن البسيطه البولسي ممكن اطبقها على البول او اطبقها على مستوى الديسكتوب. ده تعتبر بس يا جماعه اوفر فيو سريع على السيتنجز الخاصه بالبول، وشوفنا السيتنجز الخاصه بالديسكتوب. طب نرجع للماشين بتاعتنا دلوقتي. مفترض الماشين دلوقتي يا جماعه بقت افيلابل تاني. طيب عاوزين نشوف دلوقتي، نرجع كده للماشين ونشوف الحاله بتاعتها بقت عامله ازاي. احنا لو نفتكر احنا كريتنا فولدر على السي وفولدر على الدي وفايل على الديسكتوب. مفترض دلوقتي على حسب كلام شركه في ام وير، لما نعمل ريفريش مش هياثر على الداتا الخاصه باليوزرز اللي هي موجوده على الديسكتوب وعلى البرسيستنت ديسك اللي هو الدي، انما هتاثر بس على الحاجات اللي موجوده عندي على السي، بالاضافه لاي ابلكيشنز عملت له انستليشنز جوه النسخه الويندوز نفسه. فالمفترض اللي هو ملف الضغط اللي هو سيف انزايب ده هيتمسح عندي، بالاضافه للملف الموجود على السي اللي هو اسمه تيست. لكن ملف الديسكتوب والملف الموجود على دي هيفضل زي ما هو، بالاضافه للسيتنجز الخاصه بالانترنت اكسبلورر هتفضل زي ما هي لانها بتتحفظ جوه البروفايل الخاص باليوزر، وبرده الديسكتوب تفضل زي ما هي بالظبط شكل ما قلنا. نشوف كده واحده واحده. لاحظوا عندنا ايه يا جماعه؟ ملف هنا الخاص بالديسكتوب موجود، معنى كده البروفايل الخاص باليوزر ما تاثرش. السيتنجز الخاصه بالباك جراوند والسيتنجز الموجوده عندي هنا اهوت، ان الهوم بيج بقى فيه ميمان دوت مي، بالاضافه دي الحاجات اللي حطيتها في الفيفوريت. لما اجي هنا دلوقتي الاقي الكوماند لاين لسه موجود لانه موجود في السيتنجز البروفايل، لكن ايه مش هلاقي البرنامج اللي انا عملت له انستليشنز. ليه؟ لانه جزء من الويندوز، فالويندوز طبعا الكل اتشال ورجع ويندوز جديد، فطبعا مش هلاقي البرامج القديمه بتاعتي، وده اللي بالفعل اللي انا عاوزه. نيجي بالجزء المهم عندي الثاني، ديسك هنا الفايل الخاص بالورك لسه موجود عندي، لكن طبعا لما اروح دلوقتي الفولدر اللي كنت عامله اسمه تيست هنا اتمسح، ده بالفعل صح لان انا اي داتا بحطها في اي مكان غير الدي اللي موجود فيه الداتا بتاع اليوزر بيتمسح عندي. يبقى كده وارجع للنسخه الاصليه بتاعتي وشال كل البرامج وشال كل الحاجات اللي ملهاش لازمه اللي كانت موجوده في نسخه الويندوز، مع المحافظه على الداتا بتاعتي جوه البروفايل بتاعي. ده يا جماعه عباره عن ايه؟ ده اول نوع من انواع المانجمنت الخاصه بالريكومبوز اللي اسمه ريفريش عندي. عن طريق ريفريش هتقدر تعمل عمليه مينتيننس الخاصه باليوزر في ثواني معدوده. اليوزر دلوقتي لما يقول عنده مشكله او في برنامج كان شغال وبطل يشتغل او الكلام ده كله، ابسط شيء عندك هترجع نسخ الويندوز الاصليه بتاعته اللي كانت موجوده بالفعل وكان البرنامج شغال فيها في خلال ثواني معدوده. شفنا ريفريش عندي، بركز عليه قوي لانه من اهم العناصر اللي هتفيد اي حد داخل على مشروع الفي دي اي. ونقطه مهمه جدا، لو بتكلم تقدم برزنتيشن خاصه بالمشروع ده مثلا لمديرك او حاجه، هتركز على النقطه دي ان هو هيريحنا بنسبه 90% من عمليه المينتيننس الخاصه بالاجهزه، وفي الداون تايم اللي من خلال واحنا في اجهزتنا العاديه هتعمل فورمات للديسك وانستليشن للويندوز وبرامج والداتا وترجعها والكلام ده كله، فتاخد ساعات اما ديت ما بتاخدش ثواني عندي. طيب نتنقل لجزئيه تانيه اللي هي موضوع الريكومبوز. الريكومبوز يا جماعه هو عباره عن ايه؟ ريكومبوز لو احنا فرضنا السيناريو ده ونفهم مع بعض، لو ان عندنا فيرشوال ماشين اللي هي ملي لينك الكلود طبعا لانها هي الوحيده اللي بتقبل الكلام ده. لينك الكلود اتفقنا ان عباره عن 3 هارد ديسك او اس داتا تمب. لو جينا بعد فترة الاو اس ده اوريدي شغال تمام مفيهوش اي مشكلة، مش محتاج اعمل له ريفريش ولا حاجة، انما ظهر عندي ايه؟
ظهر في ابديت للاو اس ده، يعني مثلا هو ويندوز 7، في عندنا ويندوز دلوقتي نزل جديد ويندوز 7 سيرفيس باك 1، او الويندوز 7 ده احنا عاوزين نغير الاوفيس اللي موجود عند الاو اس ده وننزل اوفيس جديد، او لو مفيش اوفيس اساسا عاوز انزل اوفيس جديد، او هنزل ابديت جديد، او هنزل بعض البرامج الجديده. يعني دلوقتي في بعض البرامج اليوزر كلها بيحتاجوا مشاكل، مثلا ادوب اكروبات مش زي البي دي اف كونفرتر وزي الفلاش بلاير وهكذا، البرامج دي عاوز اعمل لها انستليشن داخل الاو اس. طب ازاي هقدر اغير الاو اس ده؟ والاو اس ده مرتبط بنسخه اللي هي موجوده في الريبليكا، يعني هو لو عمل له ريفريش او بيبوت من النسخه الخاصه بالريبليكا عندي اللي هي جايه من البيرنت ايمج بتاعه. فمعنى كده ان انا عاوز اغير النسخه بتاع الاو اس ديت، لازم اغير البيرنت ايمج والريبليكا. عشان ايه؟ عشان هيبوت من الويندوز الجديد وياخد الداتا دي جديده. انما لو انا رحت عملت انستليشن للاو اس ده، هيعمل انستليشن للاو اس ده وانزل فيه البرامج الجديده او انزل فيه السيرفيس باك، لكن لما اعمل ريفريش كل الكلام ده هيروح. فانا دلوقتي عاوز اعمل ايه؟ عاوز انزل التحديثات ديت، او عاوز انزل برامج على الاو اس دي وتبقى ثابته فيه دايما، حتى لما اعمل ريفريش هتفضل السيتنجز دي موجوده جواه. فعشان نعمل الكلام ده، فهروح اعمل ايه؟ هروح اعدل في النسخه الاصليه او اكريت نسخه جديده. يعني هروح اعدل في ايه؟ في البيرنت ايمج. البيرنت ايمج عندي هنا اللي هي ديت، هروح اعدل فيها. هروح اعمل في ايه؟ هعمل انستليشن للبرامج الجديده بتاعت شكل ما نشوف دلوقتي. نزلت بعض البرامج الجديده وهروح اعمل ايه؟ هروح اغير النسخه دي هنا، ده بقت بيرنت ايمج، هروح اعمل لها يا جماعه ديبلوي جديد، او اعمل لها حاجه اسمها بيسموها ريكومبوز بقى للماشينز اللي اوريدي موجوده. انا مش همسح الماشين دي، ما انا هعمل ايه؟ هعدل السيتنجز الموجوده فيها، هتاخد الحاجات الجديده بتاعتي من النسخه البيرنت الجديده. فدلوقتي النسخه البيرنت الجديده بتاعتهم الكاريت الجديده. طبعا احنا لو ممكن افضل اقول مثلا ايه، عندي هنا اثنين سيناريو. لو انا عدلت النسخه البيرنت، لو زودت ماشين هتاخد من البيرنت الجديده. طب انا لو عاوز اعدل بقى في الماشين اللي اوريدي موجوده، هستخدم خاصيه الريكومبوز. ريكومبوز هيجي على كل الماشين اللي اوريدي موجوده ويقول خلاص مش هنستخدم البيرنت القديمه، هستخدم البيرنت الجديده اللي فيها البرامج، فيها الابديت، فيها السيتنجز الجديده، وهستخدمها عندي في تغيير الاو اس. وهنا ايه اللي هيتغير يا جماعه؟ هيتغير الاو اس. يعني برضك ما خافش، مفيش اي جزء خاص بالداتا بتاع اليوزر يحصل له تاثير، يعني سواء في الريفريش او ريكومبوز مش هيحصل اي تاثير عندي. لكن طبعا الريفريش بيرجع النسخه الاصليه، لكن الريكومبوز بيعدل النسخه الاصليه عندي اللي هي البيرنت، فبالتالي بتعدل النسخ الويندوز عندي. فانا استفاد منها في اكتر من حاجه، ان انا دلوقتي لو عاوز برنامج اعمل له انستليشنز على كل الماشينز اللي عندي، وليكن مثلا عندي 50 ماشين موجوده بالفعل، فالوضع القديم كنت انا في الفيزيكال لا بروح اسطب الويندوز ده او اسطب الابديت او البرنامج ده على 50 ماشين، لكن انا هنا هروح اعدل في البيرنت، واروح اقول البيرنت بيعمل لي ريكومبوز للماشينز اللي اوريدي موجوده، هيروح يعدل في ال 50 ماشين دي وينزل فيهم الابديت الجديد ويحفظهم جواها. وعمليه الابديت دي ما بتاخدش وقت طويل عندي، وبتاخد وقت قليل جدا في عمليه التعديلات دي. طيب نشوف ازاي نقدر نعمل الكلام ده عندنا. لو رجعنا كده للاس اكس سيرفر بتاعي ونشوف اللي من جوه الفي سنتر، هو فين النسخه البيرنت بتاعتي؟ النسخه البيرنت بتاعتي اللي هي النسخه ديت اللي اسمها في ام ان او اس، اللي هي نسخه ويندوز 7 عندي. النسخه دي احنا اشتغلنا عليها وخدنا منها سناب شوت، السناب شوت ديت كان اسمها 1. واليوزرز او الماشين اللي بتتكريت هي بتتكريت من نسخه السناب شوت 1 دي. انا هعمل ايه دلوقتي؟ هشغل الماشين ديت واروح اعمل انستليشن، هي ورك جروب طبعا، هروح اعمل انستليشنز لبعض السوفت وير الجديد جواها. بعد ما اعمل عمليه انستليشنز هروح اعمل اخد منها سناب شوت، وليكن مثلا على سبيل المثال اتنين، يبقى عندنا اتنين سناب شوت. سناب شوت واحد ده ما فيهاش برامج جديده، سناب شوت اتنين ده فيها برامج جديده. وبعد كده اروح جوه الفي سنتر، الفي كونكتور سوري، اروح اقول له اعمل لي ريكومبوز للماشين الموجوده دلوقتي بالنسخه الجديده اللي هي رقم اتنين اللي هي فيها البرامج الجديده عندي. طيب نشوف الخطوات الاول. اروح دلوقتي اعمل انستليشنز،
عشان لبعض البرامج، وليكن ديت على سبيل المثال بعض البرامج البسيطة عشان بس نتعلم. ده أول برنامج. دلوقتي عملت انستليشن لثلاث برامج، السيفن زايب، الكيوت اف تي بي، والكوبي هاندلر. البرامج دي انا بس اعمل لها انستليشن ليه؟ لان انا عاوز اضيفها في كل الماشينز الموجوده عندي في لينكد ون او لينكد تو او غيرها، او اي ماشين هتتكري جديده هتاخد السيتنجز دي. طب بالاضافه لكمان ايه؟ انا عاوز اغير السيتنجز للباك جراوند الخاصه بكل الماشينز اللي عندي. فبعدل هنا في البيرنت، اقول الباك جراوند على سبيل المثال هتبقى بلون ده. ممكن اغير اي سيتنجز تانية بالفلوس يا جماعة، اي حاجة بغيرها هنا هتتعمل تطبق على كل اللينكد كلون اللي عندي. على سبيل المثال اجي هنا مثلا اغير في الهوم بيج، اخليها في anywhere.com. يبقى دلوقتي كل الماشينز اللي هتتعمل لها ريكومبوز من النسخة ديت هيبقى السيتنجز بتاعتها واخدة الاوبشنز اللي في الهوم بيج بقى في ام وير. ممكن اخد بعض الحاجات احملها في الستارت منيو زي مثلا الرسام، واخليها حتى في التاسك بار هنا موجودة هنا وموجودة هنا. كل السيتنجز زي شكل ما اتفقنا هتبقى ايه؟ هتبقى تطبق على الماشينز الموجودة عندي في البول اللي اطبق عليها ريكومبوز دي. طيب بعد ما اعمل كل الكلام ده هعمل شت داون للماشين ديت. لاحظوا السيتنجز اللي احنا عملناها برامج وعدلت غيرت في نسخة الويندوز نفسها. بعد ما اعمل شت داون يا جماعة هروح نعمل ايه؟ هروح اعمل سناب شوت من النسخة ديت، وهول هتبقى رقمها 2 ديت بعد ما ضفت البرامج والسيتنجز بتاعتي. يبقى النسخة دي في منها واحد فيرجن واحد وفيرجن اتنين، يعني فيرجن واحد من غير برامج، ودي اللي اوريدي الماشينز المتكررة ديت شغالة منها. فيرجن اتنين دي نسخة جديدة اللي فيها البرامج عندي. وظيفتي دلوقتي ان عاوز اعمل ابديت للنسخ الموجودة الويندوز الموجودة عندي دلوقتي، سواء 20 ماشين او 50 ماشين نفس الكونسبت. عاوز اعمل لهم تعديلات واضيف عليهم البرامج والابديت اللي انا عملته. في الحالة دي هنستخدم ايه؟ مش هروح افتح ماشين واسطب فيها البرنامج، انما هستخدم النسخة الجديدة اللي فيها البرامج واعمل ريكومبوز عملية اعادة تأليف للماشينز الموجودة عندي. العملية اللي هتحصل دلوقتي يا جماعة عشان نلاحظ، انا عندي دلوقتي ريبليكا. ريبليكا دي عبارة عن ايه؟ نسخة كده كوبي من الاو اس ديت، لكن واخدة نسخة اللي هي سناب شوت واحد. فلما اجي دلوقتي اقول عاوز اعدل في الكلام ده في النسخ ديت، فاي اول حاجه هتحصل ايه؟ هيروح يكاريت ملف ريبليكا جديد، مش هيعدل في الملف ده، هيروح يكاريت ملف ريبليكا جديد. هيحط فيه ايه؟ هيحط فيه نسخه الويندوز ديت لكن مع فيرجن 2 من السناب شوت. فيبقى عندي 2 ريبليكا لغايه ايه؟ لغايه لما كل النسخ ديت تبقى بتشتغل بالنسخه الجديده، فيمسخ النسخه القديمه. الريبليكا القديمه ملهاش لازمه عندي. طب هيسيب لي 2 ريبليكا امتى؟ لو انا قلت مثلا هعمل ريكومبوز للماشين رقم واحد ومش هعمل ريكومبوز للماشين رقم اتنين، ففي الحاله دي طبعا هيحتفظ بالاثنين ريبليكا، لان كل نسخه بوت من نظام تشغيل يختلف عن نظام التشغيل التاني. واحده بتستخدم سناب شوت واحد والتانيه بتستخدم سناب شوت اتنين. لكن لما كلهم يشتغلوا بفيرجن واحد اللي هو سناب شوت اتنين مثلا على سبيل المثال، هيمسح الريبليكا القديمه. فالخطوات دلوقتي ان هياخد نسخه من الاو اس دي بالريبليكا الجديده بالسناب شوت الجديده، يعمل منها ريبليكا عشان يعمل ريكومبوز للداتا الويندوزات اللي عندي. ازاي نقدر نعمل الكلام ده؟ بصوا انا ممكن دلوقتي اعمل ريكومبوز على مستوى ماشين معينه او ريكومبوز على مستوى بول. لو انا عاوز اعدل ماشين معينه خاصه بيوزر، باجي هنا دبل كليك عليها ومن فيو كومبوز اعمل ريكومبوز عندي. في الحالة ده هيروح يكريت ريبليكا جديدة عندي هتظهر لي هنا، ويسيب الريبليكا القديمة موجودة لأن في ماشينز تانية بتستخدمها. لكن لما أجي على مستوى البول وعاوز أعمل البول دي أعمل لها ريكومبوز، أعمل دبل كليك عليها هنا، يروح يكريت في الأول ريبليكا جديدة من السناب شوت الجديد، وبعد كده بعد ما كل الماشين تحصل لها ابديت منها هيمسح الريبليكا دي. اجي هنا يا جماعه في الفيو كومبوز واعمل ايه؟ ريكومبوز.
اعمل هنا ريكومبوز على مستوى البوك كلها، لان انا عاوز اعدل فيها وامسح الريبليكا القديمه. فبيسالني هنا اول سؤال، مين البيرنت ايمج الجديده اللي عندك؟ انا نسخه الويندوز اللي هي في ام مان او اس زي ما هي، لكن انا هعمل ايه دلوقتي يا جماعه؟ انا عاوز ايه؟ استخدم اللينكت السناب شوت الجديده اللي هي دي، سناب شوت القديمه اللي كنا بنستخدمها دي، لا انا عاوز استخدم السناب شوت الجديده اللي فيها البرامج عندي، وديت هتبقى الديفولت ايمج. يعني ايه الديفولت ايمج؟ يعني اي ماشين جديد، انا قلت مثلا بعد ما عملنا ريكومبوز وكل حاجه، جيت بعد شهر قلت عاوز ازود عدد الماشين، عاوز ازود بخمسة ماشين، هل هو يروح يعمل كومبو، هيعمل كومبوز او هيالف ماشين جديده هيكريتها من زيرو، يعني من نسخه انهي، واحد ولا اتنين؟ انا هنا هخليه هو ده الديفولت النسخه اتنين، فاي ماشين جديده هتتكريت من زيرو هيستخدمها من النسخه الجديده اللي فيها الابديت عندي. هنا عملية الاسكادجول، هيعمل عملية الريكومبوز ده امتى؟ وطبعا نفس الأسئلة اللي عندنا، هل أعمل له فورس لوج أوف ولا هستناه لغاية ما يعمل لوج أوف بنفسه؟ وهدي له وقت قد إيه عشان عملية اللوج أوف؟ فينش عندي. طبعا بعد ثواني هيحصل عملية بعت له رسالة. لاحظوا شكل الديسكتوب هيختلف، والسيتنجز بتاع لو احنا كنا عاملين اتنين، لاحظوا السيتنجز انا عاملها ايه، في ام مان هتختلف، هتبقى في ام وير، وهنا في التاسك مانجر هتضاف هنا الرسام، وهنضاف هنا ورق الرسام، هنضاف التلات برامج اللي السيفن زايب، والبرامج دي كلها هتنضاف عندي هنا، بس بحسب بعد ما تحصل عملية الريكومبوز. الريكومبوز بتاخد بعض الوقت في حتة معينة اللي هي في الجزء الأولاني الخاص بالكرييت الريبليكا ديسك، هو طبعا بياخد نسخة من نسخة الويندوز نسخة كاملة، فدي بتاخد وقت عندي في عملية الكوبي، طبعا على حسب سرعة الديسكات بتاعتك، لو انت بتستخدم ان هيبقى الريبليكا على سوليد ستيت عشان يبقى عملية البوتينج سريعة، فطبعا سوليد ستيت هيبقى سريع في عملية الكوبي من نسخة الويندوز الجديدة عندي. دي الرسالة المعتادة ان يحصل في عملية ابديت في الويندوز بتاعك خلال 5 دقايق جاهزة، هيحصل عملية ابديت واعملوا عملية شوت داون وهكذا. عملية الابديت اللي بتحصل ديت بيبقى جاهزة في حالة حاجة اسمها مينتيننس مود. مينتيننس مود ان هو لو حتى اي يوزر تاني ما يعرفش ان اليوزر ان الجهاز ده بيحصل له عملية ابديت، فمش هيقدر ياكسسه، لان الويندوز بيحول الفيم وير بيحول الويندوز ده الى مينتيننس مود، مفيش حد يقدر ياكسسه الا بعد ما ينتهي عملية التعديلات. ارجع هنا اشوف دلوقتي ايه اللي بيحصل عندي. بص يا جماعة ايه اللي بيحصل دلوقتي، في عملية كوبي بتحصل من الاو اس ده اللي هو البيرنت عندي ليلة ريبليكا جديدة. لاحظوا في اتنين عندي ريبليكا، انا الاول في واحدة ريبليكا الاولانية ديت هتبقى هي الخاصة بالفيرجن 1 اللي هي السناب شوت 1، وسناب شوت 2 هيبقى في الريبليكا الجديدة، ويبقى عندي دلوقتي مثلا لو احنا قلنا ان احنا كنا بنعدل نسخة ويندوز واحدة هتستخدم ريبليكا 2 هتستخدم ديت، ومثلا دي تستخدم ريبليكا 1 هتبقى دي. لكن طبعا لان انا قلت دلوقتي ان كل البول على مستوى البول هنعمل لها ريكومبوز، فبعد هنكرر دلوقتي ريبليكا، وبعد ما نعدل النسخ الويندوز كلها اللي موجودة عندي في البول ديت، الريبليكا القديمة هتتمسح من عندي، هيبقى في الاخر عندي ريبليكا واحدة بالسناب شوت 2، وسناب شوت 1 ده خلاص ملوش اي لازمة عندي، فالريبليكا بتاعته محدش بيستخدمها فبتتمسح باي ديفولت عندي. عملية الكوبي طبعا بتاخد وقت على حسب سرعة الريد والرايت والكوبي الخاصة بالهارد ديسك بتاعها. بعد ما بتحصل عملية الكوبي للكلون للريبليكا الجديدة، كل الأجهزة بتحصل لها عملية ريستارت، وبتاخد نسخة الريبليكا الجديدة وتبوت منها، وبتاخد سناب شوت، وبعدين تشتغل بشكل عادي كأنها كريتها من الأول. الآن عملية ريكومبوز انتهت، خدت ما يقرب من 10 دقايق، فمن بداية من عملية الكوبي للريبليكا الجديدة لعملية الكوبي للاو اس الجديد بتاع الفيرشوال ماشين، عملية الريكونفيجر والباور داون والريستارت والخاصة في عملية الكاستمايزيشن الخاصة بالفيرشوال ماشين اللي اتعدلت. بعد ما عدل الموضوع مسح الريبليكا القديمة، بقى عندي دلوقتي ريبليكا واحدة مش اتنين، الريبليكا الجديدة ديت اللي فيها السناب شوت التاني. نشوف دلوقتي حالة الماشين، حالتها افيلابل ان هي معمول لها ستارت، لكن مفيش يوزر عمل لها كونكت. لما نستخدم مثلا يوزر 2 دلوقتي نشوف ايه اللي حصل للاو اس بتاعته والداتا بتاعته، هل انضاف البرامج الجديدة وهل انضاف السيتنجز الجديدة
على الـ OS بتاعته ولا لأ، وهل هو حافظ على الداتا بتاعته ولا لأ. مفترض طبعا ليظهر دلوقتي ان اليوزر الداتا بتاعته موجودة، اللي هي موجودة على الديسكتوب على سبيل المثال، وموجودة على السي اللي هو ملف اسمه تيست، وفي على الدي بتاعته ملف اللي اسمه ورك، لكن اي حاجة طبعا على السي هتتمسح. بالاضافة لعملية التعديلات، البرامج اللي انضافت جديدة هتنضاف عنده، اللي هي 7 زايب والكيوت بي دي اف والكوبي هاندلر. والديسكتوب هيختلف، والهوم بيج في الانترنت اكسبلورر. نيجي دلوقتي نشوف الداء، هل البرامج دي هتحصل لها انستليشنز؟ اه دلوقتي لو نشوف يا جماعه هنلاقي البرامج دي حصل لها انستليشن عندي. الثلاث برامج دلوقتي بقوا موجودين عندي في النسخه ديت، موجودين حتى في النسخه الثانيه اللي موجودين باي نسخه موجوده في البول اللي اسمه لينكد عندنا، اللي طبق عليه عمليه الريكومبوز. طيب هل اليوزر احتفظ بالداتا بتاعته؟ طبعا احتفظ بملف اللي اسمه تيست، واحتفظ بالداتا بتاعته اللي موجوده عندنا هنا. يبقى دلوقتي الداتا اتغيرت، والسيتنجز الداتا بتاع اليوزر مظبوطه، والسيتنجز هي فقط اللي اتغيرت عندنا، والبرامج الجديده حصل لها عمليه انستليشن. زي طبعا ما حصلهاش عمليه انستليشن بمعنى كلمه انستليشنز، انما اللي حصل لها عندنا يا جماعه اتعمل لها غيرنا نسخة الويندوز كلها على بعضها، وفي التغيير اللي هو الجديد في النسخة الأصلية الجديدة عندنا حطينا فيها برامج جديدة، فالبرامج الجديدة اتطبقت على كل اليوزرز اللي موجودين، كل الماشينز اللي اليوزر بيستخدمها في البول اللي احنا طبقنا عليها عملية الريكومبوز عندنا، اللي هي بول لو فيها ماشينز 1 2 10 بتطبق عليها الريكومبوز الجديدة. واي ماشين هتكريتها يا جماعه جديده هتاخد من السناب شوت 2، فهتاخد البرامج الجديده والسيتنجز الجديده بتاعتنا عندنا. يبقى دلوقتي شفنا الريفرش والريكومبوز. اخر حاجه عندنا نشوفها في درسنا النهارده موضوع الريبالانس. الريبالانس موضوع بسيط وسهل جدا. الريبالانس اللي هو عباره عن ايه؟ عبارة ان احنا دلوقتي عندنا شفنا ان انا عندي 3 هارد ديسك، كل هارد ديسك موجود فيه داتابيس معينة. على سبيل المثال الـ OS ده عاملينه في الداتابيس اللوكال بتاع الـ S6 سيرفر، الداتا عاملينه مثلا في على سان، البروفايل التيمب موجودة مثلا على ناس، وهكذا، او اي ستورج موجود عندي. لو انا فكرت مثلا ان انا عاوز اعمل جبت ستورج جديدة، او عاوز انقل فيها الـ OS ده على ستورج جديدة، او انقل الداتا ديت على ستورج تانية، او اجمع التلاتة دولات مع بعض واحطهم في ستورج واحدة في الهارد اللوكال مثلا، او على السوليد ستيت لو جبت سوليد ستيت هارد ديسك وعاوز انهم يبقى اداؤهم سريع، فانقلهم كلهم في مكان واحد. عملية النقل هنا ما هياش زي عملية النقل ان انا بتعامل مع فيرتشوال ماشين، ان انا مثلا اعمل رايت كليك عليها كوبي او مايجريت، ان انا انقلها في مكان هارد ديسك تاني او في ستورج تانية. اسال هنا مثلا ما اقول له مايجريت، اقول له انقلها لي او انقل الداتابيس بتاعتك في مكان تاني، لا مستحيل، لان انا عملت مايجريت هنا ونقلت الديسكات او نقلت الاو اس دي في سيرفر تاني او في داتابيس تانية، هنا اللينك بينها وبين الفيو كونكشن سيرفر هيتقطع. في الحاله دي الفيو كونكشن سيرفر هيعتبر ان الماشين دي اتمسحت، مش هيحس بالمكان بتاعها الجديد. عشان يحس مكانها الجديد يبقى هو لازم هو اللي يعمل عمليه النقل، مش الفي سنتر هو اللي يعمل عملية النقل، أو اليوزر هو اللي يعمل عملية النقل عنده. طب إزاي نقدر نعمل عملية النقل من داتا بيز لداتا بيز؟ أو بنقولها في سيناريو تاني برضك عشان لو شفناها. السيناريو التاني إن مثلا لو عندي أكتر من فيرتشوال ماشين، والداتا بيز ديت بقت سرعتها بطيئة وعاوز أنقلها في مكان تاني سريع، فباجي هنا في البول، سواء في السيناريو الأولاني عاوز أنقلها في مكان تاني أوسع أو أسرع. على سبيل المثال هنا هقول ان كل الفيرتشوال ماشين بتاعتي عاوز انقلها على السوليد ستيت، سواء الريبليكا ديسك او سواء الاو اس او سواء الديسك الخاص بالبرسيستنت ديسك. فاجي مثلا على سبيل المثال اقول له انا ايه، مش هعملهم في سبريت ديسك، انا عاوزهم كلهم في ديسك واحد. واجي هنا في الفي سنتر، طب ايه الديسك اللي انا احطه فيه الاو اس والبرسيستنت ديسك والريبليكا؟ اقول له حطهم لي في السوليد ستيت.
ده اخترت الـ OS، اختار Persistent Disk وأعرف هيكون في نفس المكان. طب أنا لو اخترت مكانين يا جماعة إيه اللي هيحصل هنا؟ اللي يحصل هنا هو هيكرر بعض الماشين هنا ويكرر بعض الماشين هنا ويشوف الأسرع بينهم ويخلي عليه الماشين بتاعته يعني أكتر ماشين بتستخدم ريسورس عالية هينقلها في الداتابيز اللي بتستخدم اللي البرفورمانس بتاعها عالي. لكن طبعا أنا هستخدم هنا داتابيز واحدة، يبقى أنا كده الـ OS والريبليكا والبرسيستنت ديسك بقى كلهم في مكان واحد عندنا. طيب هعمل اوكي. لو عملت كده اوكي، هل هيروح يعدل في الماشينز اللي اوريدي موجوده؟ لا، عشان ما احنا اتفقنا في الاول لو قلت لك اي حاجه انت بتعدلها هنا مش بيروح يعدل في الماشينز اللي اوريدي كرييتد. امال بيعمل ايه؟ اي ماشين هكريتها جديده في البول ديت لو زودت عددها او حاجه هيروح يعدل فيها. يعني اي ماشين هكريتها جديده هتروح يكريت الداتابيز الريبليكا، وهي الريبليكا طبعا موجوده في سوليد ستيت، هيروح يعدل البرسيستنت ديسك والاو اس ديسك هيحطهم مع الريبليكا عندي في السوليد ستيت. لكن الماشينز اللي اوريدي موجوده هتفضل زي ما هي متقسمه. لاحظوا انها الداتابيز بتاع الماشينز ديت متقسمه بين الاستورج اللي اسمها اس اكس 2 والاستورج اللي اسمها في دي اي داتا والاستورج اللي اسمها سوليد ستيت. طيب لو انا عاوز اعدل بقى في الماشينز دي واخليها تطبق عليها السيتنجز الجديده عندنا، ان بدل ما هي متقسمه على 3 هارد ديسك يبقى عندنا هارد ديسك واحد ويبقى رقم واحد او اسم الداتابيز على طول ما دام هي داتابيز واحده. يعني الاسم ده يتغير الى سوليد ستيت، مش هيبقى في 3 عند كده. اوكي، ده اعمل ازاي ان انا اعدل الماشينز دي كلها ويطبق عليها السيتنجز الجديده الخاصه بتغيير مكان الداتابيز اللي موجود فيها الهاردات بتاع الماشينز ديت. لو عاوز اعدل ما انتظرش ان انا كاريت ماشينز جديده وعاوز اغير الماشين القديمه، ممكن طبعا اعمل موضوع ريبالانس على مستوى ماشين او اعملها على مستوى بول كامله زي ما احنا شفنا في الريفريش او ريكومبوز. ممكن اعملها بشكل فردي او بشكل على مستوى البول. اعمل دبل كليك على البول واجي هنا في عمليه الفيو كومبوزر واستخدم ريبالانس. ريبالانس بسيط جدا ما فيهوش اي سيتنجز، عملية القطع هتتم امتى ونفس السيتنجز بتاعت يعني بعت اليرت لليوزر هيقفل بعد فترة وهكذا. ايه اللي هيحصل؟ هيروح ياخد السيتنجز اللي انا عملتها في البول في تغيير اماكن الفيرشوال ماشين ديت وهينقل البارتيشنز الخاصة بالماشينز ديت الى مكان الداتابيز الجديدة عندنا. بعد شوية عملية اللي هيحصل شت داون للماشينز ديت ويتنقل الـ OS والـ Persistent Disk إلى الـ Solid State Disk، ويبقى كده إن الـ Replica والـ Solid State والـ Persistent Disk والـ OS هيبقوا في مكان هارد ديسك واحد. فهنا هيبقى في الـ Database هي هيظهر لنا اسم Solid State فقط لا غير، لأنهم في Database واحدة مش ثلاثة Database عندي. العملية دي هتاخد بعض الوقت، هنوقف الـ Record دلوقتي لغاية ما ننتهي العملية ديت ونرجع تاني مع بعض نشوف عملية التعديل اللي حصلت في أماكن الـ Database الخاصة بالـ Virtual Machine عندي. الآن عملية الـ Rebalance انتهت. دلوقتي عملية لو احنا شفنا الخطوات اللي اتعملت في الـ vCenter، عملية كوبي كلها حصلت من لينك 1 أو لينك 2 ده اسم الماشينز بتاعتي، من الـ Database القديمة حصل لها موف واتنقلت في السوليد ستيت هارد ديسك عندي. دي الخطوات كلها. طيب عشان اتاكد ان الماشينز ديت الداتابيز بتاعتها اتنقلت في الهارد ديسك الجديد اللي هو سوليد ستيت، هنلاقي دلوقتي عندنا لينك 1 او لينك 2 ده اسم الماشينز بتاعتي، بقت موجوده فين يا جماعه؟ موجوده في الداتابيز اللي اسمها سوليد ستيت. هو كتبها لي طبعا مش واحد او اتنين او تلاته لان هي داتابيز واحده، فجايب لي اسمها مباشره. لو حتى هتخش هنا في الديتيلز وتشوف الهاردات بتاعتك الأربع هارد ديسك الريبليكا وغيره كلهم موجودين فين؟ الهارد الانترنال أو الهارد الريبليكا أو الديسبير أو الداتا ديسك كلها موجودين في السلوت ستيت عندك. طبعا ده بالنسبة لليوزر مش هيفرق معاه في أي حاجة، هو عنده هي البارتيشن اسمه سي ودي وإي وهكذا، ما بيفرقش عنده ترتيب، ما بيفرقش عنده أي حاجة، مش هيحس بأي فرق إلا في الفرق الخاص بسرعة الهارد ديسك عندي إن هي اتنقلت إلى هارد ديسك أعلى أو في سايز أكبر في السلوت في الهارد ديسك الجديد اللي اتنقل عليه الفيرشوال ماشين، فيحس بـ performance أحسن.
يبقى احنا كده يا جماعة انتهينا من الدرس ال 12 اللي اتكلمنا فيه موضوع المانج للبول والايديت للبول، وشفنا البروبرتس الخاصة بيها والمعلومات الخاصة بيها وازاي اقدر اعدل فيها. انا عاوز من كل الناس تركز على نقطتين، نقطة الريفريش وريكومبوز كويس جدا جدا، وتطبقهم بشكل عملي كبير، لانهم دولت هيبقوا الحل السحري اللي في ايديك في عملية اي عملية مينتيننس خاصة بالفيرشوال ماشين الخاصة بيوزرز. حل سريع جدا، خلال دقايق برجع النسخة الأصلية بتاعته وبحل مشكلته، أو إن أنا عاوز أعدل النسخة اللي موجودة عندي بشكل سريع جدا من دون ما أقعد ألف عليهم وأنزل أبديت أو أنزل برنامج معين، بعمل عملية ريكومبوز ليهم. والنقطتين دولت هما اللي بيرفعوا الأسهم الخاصة بالفيداي تكنولوجي إلى السماء. لو أنت فهمتهم كويس جدا وقدرت تتعامل معاهم، هتقدر تملك الأجهزة بتاعتك وتقدر تظبطها بكل سهولة ومن غير أي داون تايم عندك. إن شاء الله في درس القادم هنتعلم موضوع البروفايلنج، أو إزاي الحاجة اسمها البرسونا بروفايلنج، التعامل مع الداتا الخاصة باليوزرز اللي بيحطها في البرسيستنت ديسك عندنا، وده يكون ده الدرس خاص بموضوع لينكد كلون عندي. متشكر جدا لحسن استماعكم، كان معاكم مهندس خالد.